لا نبدا ايه، احنا هنهزر بس بقى. ورحمه ابويا انت رخم. يا ليه انا افزي بقى، اتهدي بقى. تيجي تقعد على رجلي يا بابا، حاسه ان انا لمحتك في حاجه بس انت عملتي ايه قبل كده؟ هتروح تبوس ايد المخرج انه يلغي الحلقه دي. ربنا ما يوريكي تشتغلي معايا. امشي اطلعي بره يلا. نعم يلا دوم امشي من هنا. انا الهام شاهين بس على منفوخ شويه. روحي اقفي هناك. خلاص بقى بس يا ولا فاهم ليه يا محمد بق 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 في واحده يا خلاص روح اتجنن بقى. انتوا ايه ده؟ انتوا جايبينها منين؟ انا في ايه؟ خلاص انا ما وراش حاجه يعني. ماو بس كده انت تمام. اسالك في ايه؟ لا 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 لا, لا. في تسجيل؟ اتفضل يا بيه. مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من نجم النجوم. ضيفتنا هي بنت البلد الجدعه، ست بميت راجل، أعمالها الفنية علامة في السينما والتلفزيون. معانا في نجم النجوم النهاردة الفنانة فيفي عبده. مساء الخير مدام فيفي. مساء النور. منورانا. الله يخليك. مدام فيفي نتكلم عن روايح، وده رجوع فيفي عبده للمسرح، بس مسرح الدولة مش المسرح الخاص. إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق إن المسرح الخاص التذكرة بتاعته عالية جدا. احنا هنكمل حوارنا الجميل الرائع مع حضرتك، لكن هنطلع لفاصل ونرجع بفقرة نجوم المستقبل. احنا عندنا فقرة نجوم المستقبل، بتيجي فنانة لسه بتبتدي مشوارها، المفروض ان هي بتظهر في البرنامج عشان عملوا لها تصويت على الانترنت انها تبقى مع نجمة كبيرة، فطبعا هي جايه النهارده عشان تطلع جنب حضرتك عشان الناس تعرفها. والله بس هي عملت ادوار. عملت دور حلو في تامر وشوقية اسمها علا رشدي. وبس يلا يا جماعه فين علا؟ يلا يا جماعه علا، علا فين يا وائل؟ ايه يا سلام، يعني فيفي عبده هتستنى ما تغير لبسها؟ الحمد لله كويسه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا ازيك؟ ليه ما انت لبسك حلو اهو، غيرتيه ليه؟ يعني كنت حاسه انه يعني مش لايق قوي على. والله مش لايق على ايه؟ حسيت كان في حاجه فيها احمر فكنت عاوزه ابقى نفس لون الكرسي. عظيم. انت منين؟ لا انا مصريه بس مامتي برازيليه. ايه؟ مامتي برازيليه وراقصه يعني. ده تبقى خبيره في البن بقى دي. في البن وفي الرقص. والله ترقص كمان؟ طبعا دي راقصه مشهوره جدا. امك راقصه؟ والله؟ امي راقصه. طب كويس، اهلا وسهلا. في البرازيل. في البرازيل؟ وساوث امريكا يعني كلها. في اوروبا. اهلا وسهلا. لا يعني مش في مصر يعني. اوروبا برضه. اهلا، فكرت في مصر ابقى عارفاها يعني. اسمها مانيولا. اسمها ايه؟ مانيولا لالا. ليلا؟ من ولا للا. اهلا بس اسم الشهرة للا. من للا. يلا يا جماعه يلا نطلع في برامج وكده وحاجات. يلا تطلع في برامج وحاجات كتير. في برامج بتطلع؟ طبعا طبعا. يلا 5 4 3 2 1. بناء على استفتاء اجريناه في برنامج نجم النجوم تم اختيارها كواحده من نجمات المستقبل. معانا علا رشدي. علا انت يمكن عملتي دور الشباب حبوكي فيه قوي في تامر وشوقيه، وعملوا لك تصويت جامد جدا على الانترنت ان انت تكوني موجوده معانا النهارده. علا الفتره اللي جايه هتكملي كوميدي ولا هتتجهي اتجاه اخر؟ انا بفكر اكمل تمثيل بس بقرا حاجات دلوقتي، وعاوزه اعمل فيديو كليب كده سنجل عشان بغني برضو. وبرقص طبعا عشان مامتي علمتني الرقص يعني. يعني فنانة شاملة بعمل حاجات كتير. انتي يعني الفترة الجاية بتفكري مثلا انتي تتجهي للاستعراض، تتجهي للفوازير؟ لا نجرب الأول كده فيديو كليب وبعدين نشوف يعني. اوكي. هم علمتني كام حاجة كده فنشوف. جميل. مدام فيفي شايفة الرقص الشرقي وصل لفين دلوقتي؟ لا وصل للعالمية طبعا. أنا لسه متكرمة في أمريكا، ما أنا مستغربة أمها ما شافتنيش ولا إيه مش عارفة. في أمريكا. لا أكيد كنت شفتيها. بتكرم في أمريكا في تكساس. خدت احسن راقص على مستوى العالم. بقى لي سنتين متواليين. في هيوستن ولا في دالاس؟ دالاس تكساس.
حلوة دالس. اه طبعا. شايفة ان دلوقتي ان الراقصات المصريات ما بقوش تقريبا موجودين بنفس قوة زمان، يعني كان زمان في اسامي كتير زي حضرتك قلتيهم، دلوقتي ما بقاش فيه. لا انا ياما طلعت، مش معناه ان انا بذكر اسمين يعني هم دول اللي كانوا موجودين، لا كان موجود كتير جدا. بالظبط دلوقتي هل موجود؟ كانت موجوده كتير كتير جدا لما انا طلعت. انا شايفه وجهه نظري ان بعد اذنك بس ان الرقص الشعبي يعني بينحدر. الشرقي. الشرقي. محتاج تطوير ومحتاج يبقى في حاجات مختلفه، يعني مثلا ناس من بره ممكن تيجي تطور في حاجات، يبقى في حاجات مختلفه يعني. ايه المختلف؟ يعني عايزه تطوري انت ايه؟ مش فاهمه. لان هو يعني ايه هو يعني؟ يعني مفيش حاجه جديده. انت عاوزه ايه الجديد يعني؟ يبقى في حاجه جديده الواحد يبقى عاوز يشوفها. زي ايه يعني؟ طب ما تقومي تورينا كده حاجه نتفرج عليكي نشوف الجديد اللي منك ايه بالظبط. لا انا اعرف كم حركه يعني، انا طبعا ما يعني ما اتعلمتش من مامتي غير حاجات بسيطه، بس انا اعرف مثلا ان مثلا حركه الراس تطورت. الراس؟ ايه الراس؟ يعني مثلا مامتي ليها حركه دي على المعلمهاني يعني، دي من الحاجات الاساسيه يعني. إيه؟ اللي هي هز الراس بيبدا من الرقبه. فيعني حته دي يعني بصي معايا بصي مع حضرتك عشان اوريك ايوه اتفضلي. بصي يعني الراس في كده دلوقتي بجد بقى في دي بتبقى اسرع. يعني حضرتك تعرفي تعملي كده؟ هي امك شغاله في الخليج؟ فده ما فيش حاجه، مش عيب خالص ان الرقص يبقى بالرقبه يعني. اوكي في عندك حاجه تانية؟ لا خلاص. طب امال ايه؟ ايه يا هبه؟ مش عارف يا استاذ. وبعدين يا زيكو معلش ثانيه واحده بس، زيكو ممكن يجي لي ثانيه؟ عاوزه ميه. مين ده اللي يجي لك؟ عاوزه ميه ريقي ناشف. معلش زيكو هات لي ميه. معاك ميه؟ ما قدامها في عبده، انا مش عايزاها تزور. قدامها ميه. معلش عشان في كلام يعني. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. بصراحه كلام مش عاجبني قوي، يعني don't like what you're saying، ف I have to يعني think about. مش عايزه مكير ولا كوافير يظبط لك برضه شويه؟ محتاجه؟ بيتهيألي كده. انت ايه مش كده عايزه مزمبلي وروج راح؟ الروج راح؟ يا زيكو. زيكو مين انت بتكلمي جد؟ انا هقعد استناك يا حبيبتي. عمال بتكلمي زيكو يا حبيبتي؟ ما ينفعش كده. بتكلمي في ايه؟ مين دي؟ ايه يا هبه؟ مش عارف يا استاذ عاطف. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه ده؟ في ايه؟ ما انا مش عارفه، انا مجبره على الفقره. نعم. دي مجبره. انت مجبره يا حبيبتي، انت مذيعه، انا اللي جابرني. انا اقوم امشي يا استاذ عاطف. امال مين جي؟ جايبينها منين يا استاذ؟ طب يا استاذ فين المخرج؟ راح عليا انا يعني اول انترفيو ليا. نعم. ما عنديش يا اخويا، انا مدرسه سكول عشان تتعلم مني يا بابا. تعلم مني ايه؟ طب بالراحه عليا، انا اول مره يعني. دي عايزه كوافير وتوضبي وتعالي. طب انا جاهزه. خلاص يا عاطف استناكي. انا جاهزه بس الواحد قاعد والاضاءه ففي حاجات بتروح. يا حبيبتي ده انت عقلك اللي رايح يا ماما. ايه ده؟ يعني ايه يا هبه؟ It's very difficult. يا يعني استاذ عاطف. ايه يا اختي؟ فيري ايه؟ Very difficult the way you're يعني talking. ايه كيف difficult دي؟ Difficult. بتتكلمي عربي يا علا؟ لا اتكلم عربي ازاي بقى؟ ما بنت برم ديله. دي قاعدة وحاطة رجل على رجل، دي مصيبة ايه دي؟ أنا برتاح في القعدة. لا التصوير ليه احترامه. بالظبط كده صح، وده في زيك يعني. في ناس هتفرج عليكي ازاي وانت قاعدة كده؟ أنا برتاح في القعدة دي. ما ترتاحيش وديها الناحية التانية، أنت هتحطها في خليتي وأنا أقعد أستناكي. هي رجل الشمال بتيجي على اليمين. يا سلام. إيه ده؟ يا بنتي إيه دي بقى؟ لا 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 لا، ده أنتوا جايين تحرقوا دم، أنا عايز أمشي يا حبيبتي. Why are you treating me like this؟ إيه يا عم يا مخرج؟ It's not fair. انا همشي انا وانتي لو ما حصلش. خلاص انا هسكت عشان خلاص لو سمحتي. انت حضرتك جايه ليه اساسا يعني؟ انا ليه عشان تظهر جايه عشان مكرمني ولا ايه؟ انا جايه عشان عاملين لي اهو استفتاء واختاروني وكلموني امبارح. قالوا لي اختاروك انت؟ قالوا لي الجمهور اختارك. اكيد عملوه في انبوبه البوتاجاز. قالوا لي الجمهور اختارك وكلموني. يا شيخ هجري بس ليه كده؟ طيب في ايه يا ماما انت؟ في ليه بتعملي كده معايا؟ انا ما بعملش حاجه، ده انا بحب الناس كلها. ايه اللي بعمل كده؟ بس انت مستفزه مش محترمه. الله الله ليه بقى كده؟ لو في حد يحط رجله على رجله ويتكلم بالطريقه بتاعته وهاتوا الماكير وهاتوا مش عارفه ايه. عادي عادي اللي يحط رجله. طب اتفضلي يا استاذ عاطف. يلا 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 يا عم هتشتغل ولا نقوم نمشي؟ بالظبط كده يا ستي. وانت هتقعد ندرس ما تقولي مش عارفه. ما تقول لها تقوم بقى يا استاذ عاطف. ما تقوم يا بنتي مثلي في حته ثانيه. طب خلصي السؤال وانا اقوم يا استاذ عاطف. حنن عليك يا ماما. يا اخر سؤال. اخر سؤال ايه؟ لسه بس منافيكي على المسرح وبعدين مش مشكوره يعني. ما ما نشكر بقى دلوقتي. خلاص يلا هنشكرها على طول. اي امو خلاص يلا اوكي هنشكرها ونكمل مع مدام فيفي. يلا ماشي. ما شكروهاش على الزحه الترابيزه دي في خلقتها. ايه ده؟ خلاها وشها شوارع. طيب الله
لا ليه كده؟ ليه كده؟ انا مش هكمل. خلاص خلاص ما تكمليش يلا الكلام ده. طيب انا عايزاك تزعلي. انا قاعده قدام جمهوري هنا يعني الكلام ده يا حبيبتي. انا عايزاك تزعلي وتقومي. يلا قومي زعلي. ما انا اهو هضربك بالترابيزه دي في خلقتك. قومي بقى. الله انت جايبين لي. الله في ايه يا اخ؟ كملي يا علا كملي عشان يلا. كنت بقول ان الافلام اديها فرصه اكتر. خلاص يا شيخه بلا قرف. افلام قال انتوا جايبينها منين نصيبه دي؟ وانا كمان مش هكمل. روحي 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 يا حبيبتي. لا بقول لك انا جاي عشانك يا هبه. لا 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 معلش لا معلش. جايبينها منين الوليه دي؟ خلاص همشيها. ايه ده ايه ده همشيها. ايه ده ايه ده؟ هتضرب الناس انت جايبه في عبده. انت جايبه مين؟ مين دي؟ خلاص ما تزعليش حضرتك. لا يلا خلص. انا سؤال وحش من الاستوديو. الله اطلعي يا علا لو سمحتي. معلش ايه ده؟ قولي يلا 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 خلصي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خلاص انا هطلع. لا خليها تقعد بس اقفلوا معاها. يلا لا هي خلاص خلاص. يلا حبيبتي اقعدي واقفلي. يلا يلا طب اقعدي واقفلي. يلا يلا اقعدي يا حبيبتي. هنقفل خلاص. اقعدي قولي اللي في نفسك. تعالي فرصه يلا عشان الناس تشوفك. يلا شايف فرصتي فرصتي. اقعدي بقى في يومك الاسود دخل الناس تشوفك. يلا ميرسي. يلا بقى ما تخليها تقفل الست دي. يلا ولا احنا عاوزين دلوقتي الاسعاف يجي يشيلها. ما تخلص يا مخرج. يعني ايه الاسعاف يعني؟ مش عارفه الاسعاف. ليه عارفه الاسعاف؟ مش عارفه. مش عارفه الاسعاف كمان. ليه الاسعاف يجي يشيلني؟ مش عارفه. عارفه دي حركه جديده برده في الرقص. ايه ده؟ الحركه دي حركه جديده برده في الرقص. واشرح لها دي برده في الرقص برده. كانت بعملها في ادبلان. واشرح لها ها كده ها ها كده. يخرب بيت سنين. يلا 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 حبيبتي ده وقته. يلا مش خلص البرنامج ولا ايه؟ يلا اشكريها. يلا اشكر ايه؟ انتوا جايين تحرقوا دمنا. ما تخلص يا بابا. بالظبط. 5 4 3 2 1. علا بنشكرك جدا وميرسي جدا على وجودك معانا. ميرسي شكرا. ماشي يا فيفي. ماشي فيفي. هي دي نفسنا. لا مع امك. هي دي نفسنا بتعملي كده. انا هقول لمامتي بقى في برازيل عشان الجوائز والحاجات دي اللي بتروحي تاخديها في امريكا. انا هشوف مامتي تعمل ايه. انت دي كوم ثاني ولا لا؟ لا يلا امك. تشتميني بالام؟ اطلعي بره. انا عمر ما حد في حياتي اشتمني بالام ولا بالاب. اطلع بره يا بنت. يلا اجري اجري يا بنت. اجري العبي مع عيال زيك. يلا 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 صغيره يعني. يلا 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 مفيش داعي لنفسنا. يلا علا صح ولا لا؟ يلا علا ازاي خلاص بطلي نفسنا. كفايه يا حبيبتي. امشي امشي لا كفايه. لا 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 هبه ما يصحش كده تشتمني. لا 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 طب امشي امشي دلوقتي. ايه نفسنا دي؟ مش عارفه نفسنا يعني. تشتمي عليا استاذ عاطف. وتنفسني عليا كده. بتتكلمي جد؟ انا بتكلم بجد. ايه بقى عاوزه ايه؟ انا مش بهزر. ايه عاوزه ايه يا حبيبتي؟ خلوها بقى. عاوزه ايه؟ انا مش ههزر. ايه يا حبيبتي عاوزه ايه؟ انت بتنسين عليا ليه دلوقتي؟ لا مش بنفسي عليكي. يلا روح امشي يا علا. بالسلام. يلا حبيبتي جو البلدي ده. طب امشي بلدي. امشي بلدي. ايه امشي خلاص مش. بلدي هو فرنجي إيه؟ انت لا تكلمي عن الناس البلدي والجدعان يا حماره انت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بعدين بقى امشي بجد؟ يا بنتي امشي يا بنتي امشي. انا مستنياكي بره يا فيفي. انا وزيكو بقى نستناكي بره. زيكو اللي مش عاجبك اسمه ده. لا وهتامر انا استناكي بره. احنا الاثنين يا فين الشنطه؟ ورا مين انت تستنيني؟ ورا بره مين؟ ها مين هي دي؟ فين هي؟ فين هي؟ فين هي؟ استني فين هي؟ خلاص فين هي؟ لا استني استني اقول لك حاجه. استناني بره. يعني ايه الاستفزاز ده؟ ايه ده ايه ده؟ كمان وكمان. انت بصي بس في ايه؟ حلهم منه كمان يا حبيبتي. حلهم بينهم. تعالي يا علا. خايفه انا بس جدا والله. انا ما اقدرش يعني. حبيبتي احسنتي. معلش هايله هايله. اسفه جدا بهزر. ممكن تحبك جدا. تعالي 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 يا نونو. تعالي يا نونو. ايه ده والله صدقتها دي مستفزه جدا. انا اسفه يا جماعه بس تقولوا لي ان الموضوع فيه مشكله كده. ماشي بس انا خفت يا حبيبي. طب يا جماعه معقوله حرق الدم؟ طب مش تقولوا لنا بس الكلام ده كده يا هبه؟ كده تعمليها فيها يا هبه؟ يعني انا جايه عشان خاطر تعملوا فيها كده انت والمخرج؟ انا رحت الحته كنت بحب اقول لك روح مع مخرج اجري. لا والله طلعت بره خدت قلت انفت بجلدي. حقي نفسي طبعا انا عارفه.
انا عايزه اقول يا جماعه ان هم ضحكوا عليا، لكن انا سعيده جدا بالتجربه لان كنت بتفرج على حالهم بينهم قبل كده، وكنت بقول يا ريت انا لو كنت موجوده كنت ضربت في الترابيزات وفشفشت. لكن الحقيقه برضو بعد ما الواحد بيعمل يجي البرنامج يلاقي نفسه انه خدعوه، بس خدعوه انا مبسوطه يعني. لا بس احسن كده، فانا سعيده جدا في البرنامج. باي باي.